تمام. نيجي للاستثمارات بقى، بترول، البترول. يمكن وزير البترول قال من يومين او من يومين انه بشر الناس بانه حقل زار ان شاء الله بقى ينتج 6 أضعاف اللي كان بينتجه في بدايته. يعني كان الاول 350 مليون متر مكعب، دلوقتي 2 مليار في اليوم. وده هيبقى هيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر. انا بس حلو جدا وبيدي امل للناس، بس كنا لازم نكمل الخبر بحاجه تانية او التصريح بحاجه تانية، ان ده هينعكس على المواطن امتى. تمام. ده اصل احنا لما بنقول اكتشاف حقول غاز او ظهر هيحقق الاكتفاء الذاتي، الناس تقول الله، امال فواتير الغاز بتغلى ليه؟ فكان لازم على وزير البترول ان هو يفهم الناس، لان الناس معتقده ان اللي بيطلع من الحقل البترول بيروح على البيوت على طول. على البيت على طول. لا، في تفاصيل كتير ومراحل جدا. واحنا جايين لده ان شاء الله، وهيبقى في اكتفاء ذاتي. بس احنا حتى الاعلام احيانا بتفوت عليه وبيفهم الموضوع خطا ويقول الله، طب ما في اكتشافات اهو، امال بيتغلوا فواتير الغاز. التحري والدراسه هي يعني اساس ان حضرتك توصل المعلومه للمواطن بشكل صحيح. دي الامانه. كان نفسي يعني لان انا هاخد حنقل عن وزير البترول، انا كاعلامي حنقل عن وزير البترول، فكان لازم نكمل التصريح نقول لكن ده هينعكس على المواطن سنه كذا لما نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وعموما هو في طبعا الشورت ران، يعني الشورت ران بلان او الخطه اللي هي الكسب لمدى قصير. الحقول اللي احنا بنسمع عنها دي كلها في عمال بيشتغلوا وفي ناس بتشتغل وفي بيوت مفتوحه زي الطرق كده، ما في برضه ناس وعمال يعني يعني لازم برضه نحس بالناس اللي حوالينا اللي هي بالفعل سعيده بده، لان الناس دي حضرتك احنا لسه كنا شايفين من شويه جرائم الاخوان، تفاكرين السنه دي كان العمال فيها عاملين ازاي؟ حد فاكر السنه دي كان بيحصل فيها جرائم وبلطجه قد ايه بسبب ان العمال دول لا حد مأمن عليهم ولا حد بيعبرهم ولا حد شايفهم، ومصانع بتقفل، ده بيوت وناس واطفال واسر وناس كتيره جدا. بيرجع اقول اصل العيال الصغيره ما عندهاش انتماء، هيجي لها انتماء منين وانت عمال ترهب فيهم؟ لازم يشتغلوا ولازم يعيشوا ولازم يشوف والده رايح شغل وجاي من الشغل يعني، ويحترم مهنه والده. فقصه ان انا كمان مهتمه بهذه المشاريع، مش بس صدى المشروع بعد صداه الطبيعي يعني اللي هو بعد سنتين وثلاثه واربعه، لا، صداه دلوقتي ان العمال مبسوطين ان في مشروع بينشا. طبعا في مشروعات كتير جدا، مش ده بس، بالظبط، الطرق شغال فيها، المدن الجديده اللي بتتعمل شغالين فيها، 3 مليون فرصة عمل توفروا. أنا بتكلم على حاجة تانية، حلو جدا ده وبيدي أمل للناس. أنا بقول التصريح لازم يكون مغطي كل شرائح المجتمع عشان نفهمه صح، إحنا كمان كإعلاميين عشان نعرف نوصله صح. طيب.